عايزين نتكلم أكتر عن هذا الموضوع. بينضم إلينا هاتفيا من لندن الأستاذة منال لطفي، مدير مكتب الأهرام في لندن. أهلا بحضرتك يا فندم. نور، اهلا بحضرتك والمشاهدين الكرام. اهلا اهلا وسهلا يا فندم. هذا الاضراب يعني البعض بيشوف ان هو من اكثر المشاكل والازمات مؤخرا في بريطانيا اللي اثار قلق الحكومه هناك. كلمينا اكثر عن المده اللي استغرقها هذا الاضراب، كيف بدا وما قال اليه الامر بعد التصريحات الاخيره اللي ظهرت من وزاره الصحه والحكومه في بريطانيا. الإضرابات بدأت في نهاية 2022، والوتيرة في الواقع تزايدت في الشهر الأول من هذا العام في يناير بالذات. حدثت العديد من الإضرابات وفي كل القطاعات كما تفضلتي، ليس فقط بالقطاع الصحي لكن أيضا في قطاع المواصلات العامة، القطارات، وأيضا في الجمارك والحدود، وفي التدريس، المدارس والجامعات، وبالتالي هي تشمل العديد من القطاعات. لكن القطاع الصحي يظل هو القطاع الأكثر خطورة لأنه يتعلق بحياة الناس. ومعضلة الإضراب الذي كان مزمع وتم إيقافه في آخر لحظة أنه لأول مرة كان سيضم العاملين بالعناية المركزة. طبعا هذا موضوع يتعلق بحياة الناس، بحياة البشر، ولا تستطيع أي حكومة مهما كانت عنيدة مثل الحكومة البريطانية أن تسمح للنقابات بأن تضرب خاصة في العناية المركزة. ومن هنا كما تفضلتي جاء الحل الوسط، وهو حل مفاوضات. الحكومة قالت أنها لن تمانع في رفع نسبة الأجور للممرضين، لكن هذا سوف يخضع للتفاوض، والآن بدأت المفاوضات. إذن أمامنا أيام هامة جدا، قد تنجح الحكومة في مع النقابات في حل وسط. هذا هو المؤمل، لأنه يكلف الإضرابات تكلف الاقتصاد البريطاني شهريا نحو 2 مليار جنيه استرليني. هذا مبلغ كبير بكل معيار، ولا تستطيع أي حكومة مثل الحكومة البريطانية أن تواصل نزيف الاقتصاد وأيضا خسارة الخدمة العامة في هذه القطاعات الحياة، أو التأثير على الخدمة الصحية. طبعا ما ينفعش ياخدوا الريسك ده، المخاطرة دي أصلا بالتأكيد. طيب هنا 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 يا استاذه لحضرتك لسه حالا بتقولي دلوقتي ده، في بعض الصحف والمواقع في بريطانيا اتكلمت عن النقطه دي تحديدا، قالت انه ناخد بالنا، ما معناها طبعا انه ناخد بالنا انه تصريحات وزاره الصحه ما كانتش مفهومه قوي ومش حاسمه القرارات قوي، وانه اتقال حاضر احنا هنقعد ونتفاوض، لكن ما اتقالش انه سيتم الاستجابه لهذه الطلبات والشروط. ازاي حضرتك بتشوفي ده، او بتشوفي التصريح ده عموما، وازاي حضرتك بتشوفي رد فعل المسعفين وجهات التمريض المختلفه؟ هذا السؤال مهم جدا، لانه كما تعلمين في بريطانيا في القطاع الصحي هناك عدد كبير من النقابات، ربما 12 نقابه، المسعفين، الممرضين، الاطباء، يعني ليست نقابه واحده. الان الحكومه تتفاوض مع نقابه واحده، نقابه الممرضين او ما يسمى الار سي ان، وبالتالي باقي النقابات تقول، النقابات الطبيه تقول اذا تم التوصل مع نقابه الممرضين لرفع الرواتب مثلا بنسبه التضخم يعني في حدود 7-8%، تطالب باقي النقابات من الحكومه البريطانيه ان يتم رفع الرواتب في بقيه القطاع الصحي بنفس الدرجه. وبالتالي الحكومه ترفض تاكيد هذا الان، بانه هذا يعني رفع الرواتب بما يقدر بنحو ربما 2 مليار هذا العام فقط، ولذلك القطاع فقط، يعني تخيلي بس فقط القطاع الصحي، اذا تم رفع الرواتب بتلك النسبه سوف يكلف ميزانيه وزاره الصحه البريطانيه نحو 2 مليار جنيه استرليني. والحكومه ترى انه هذا يجب ان يتم عبر خصومات اخرى في الانفاق الحكومي. اذا هي معضله بالتاكيد، ومن هنا كما تفضلتي عن يعني بدقه، من هنا الغموض إلى حد ما في نوع التسوية النهائية، لأنه التسوية النهائية، لأنه إذا الحكومة تقول أنا مستعدة أني أزود رواتب الممرضين والمسعفين، ليس لدي مشكلة، لكن الأموال التي سوف تذهب للممرضين والمسعفين يجب أن يتم استقطاعها من بنود أخرى في ميزانية وزارة الصحة، في ظل أصلا بريطانيا عندها فيها تضخم وعندها فيها مشاكل اقتصادية زيها زي العالم طبعا، بس قصدي أنه ده كمان مش الوقت الأنسب قوي ليها أنها تقتص من بعض البنود في موازنتها العامة. بالتأكيد، خاصة أنه أيضا بريطانيا تعاني بشكل مضاعف بسبب تأثيرات البريكزيت. يعني نحن لدينا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي توقع قبل أيام
أن تكون نسبة النمو في كل أوروبا على الأكثر 1%، وهي نسبة متواضعة جدا، لكن مع ذلك بريطانيا لن يكون بها نمو في هذا العام 2023. بريطانيا يقولون سوف تدخل في ديب ريسيشن، في ركود عميق، وهذه هي الخطورة أمام الحكومة. الحكومة تريد بالتأكيد أن تحرك الأمور للأمام، لأنه نحن لدينا انتخابات محلية في مايو المقبل. الانتخابات المحلية إلى حد كبير تقيس نبض الشارع البريطاني، أعتقد أن الشارع العربي الآن يدرك أن الحكومة البريطانية ليست لديها شعبية كبيرة برغم محاولات الحكومة لسد لمحاولة علاج المشاكل، لكن الحكومة بالتأكيد ليست في أحسن حالتها من ناحية الشعبية. محاولة حالة هذا الملف بالنسبة لسوناك ريشي سوناك رئيس الوزراء قبل انتخابات مايو المقبل هو أن يعطي الشارع البريطاني انطباع أنه حزب المحافظين جاد في حكم البلد، لأنه حضرتك تعلمين بريطانيا آخر رئيسي وزراء بوريس جونسون وليستراس بكل المعايير كانوا كوارث، يعني إدارة بريطانيا مرت بظروف. هي ليستراس ما لحقتش قوي برضو، يعني ما لحقتش قوي، 40 يوم فقط 40 يوم، يعني ليس من العجب أن تسمى بريطانيا في الصحافة الأوروبية almost banana republic، يعني بعد البريكزيت إدارة الحياة السياسية في بريطانيا أصبحت صعبة جدا، استقطاب سياسي حاد، تخبط في ماهية هذا البلد، أين تنتمي هذا البلد؟ يعني لا يخفي على حضرتك اليوم القصة الأولى لدينا غياب الطماطم في الأسواق وفي السوبر ماركت، غياب الخيار والخس وكل الخضروات تقريبا غائبة من السوبر ماركت، ليست موجودة. هي المشكلة كمان يا فندم أنه هي بالفعل بريطانيا، يعني طول عمرنا عارفين الجنيه الاسترليني وقد إيه سعره مقارنة بالعملات التانية، فهو كمان وسط الأزمة وبعد كورونا وبعد الأزمة اللي احنا فيها وامدادات الطاقة، يعني الموضوع عامل ضغط كبير على الحكومة البريطانية وبطبيعة الحال على الشعب طبعا. أكيد أحييكي بالتأكيد على الطريقة اللي وضعتي بيها هذا التوصيف لحال بريطانيا. بالتأكيد بريطانيا أزمة سياسية اقتصادية، أزمة علاقات مع أكبر سوق مجاور السوق الأوروبي، وكل هذا أثر على العملة الوطنية، والبريطانيين يشعرون أنه الوضع الاقتصادي بعد البريكزيت تأثر بالسلب، وكوفيد 19 ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية. إذن هي ثلاثة عوامل متداخلة أدت إلى تراجع للحياة في بريطانيا. يعني نحن في بريطانيا هناك مركز ريزوليوشن فاونديشن قبل فترة قصيرة أصدر تقرير وقال فيه أنه الحياة في بريطانيا تراجعت عملياً 15 عاما للوراء، بمعنى أن كل منجزات النمو الاقتصادي تراجعت آخر 15 سنة. معدلات الدخل كأن هي بمعايير عام 2005-2006، برغم طبعا أنه العالم انتقالات كبيرة والأسعار ارتفعت على كل صعيد، لكن معدلات الحياة في بريطانيا كأنها تراجعت إلى 15 عام مضت. وبالتالي يعني نحن نشعر يوميا في بريطانيا، أغلب الشعب البريطاني يشعر يوميا أنه مستويات الحياة تراجعت بالتأكيد. نعم، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر يا فندم على هذه المداخلة وهذا التوضيح. الأستاذة منال لطفي مدير مكتب الأهرام في لندن، شكرا لحضرتك يا فندم.